هل تعتبرين أنه اليوم الديمقراطية فارغة المحتوى، فقط اسم ديمقراطي ونعيش بغير تسميات؟ طبعا، يعني هي احنا لم نلمس شيئا من الأداء الديمقراطي ولا من ساسة يؤمنون بالديمقراطية. يعني هي كانت الديمقراطية حجة التحالف الدولي على رأسها أمريكا بإسقاط نظام صدام باعتباره دكتاتوري، ووعدوا العراقيين بأن العراق سيكون مركز الشرق الأوسط في الديمقراطية والازدهار إلى آخره. ولكن بالتأكيد كانت هذه شعارات في وقتها، وهذه الطبقة السياسية. شنو السبب؟ شنو السبب؟ يعني اليوم إذا نجي على ملف الفساد فمن أعلى بلدان بالفساد، إذا نجي على ملف الخدمات كل الملفات، أريد تعرف أكيد أكو سبب موضوعي في هذا الموضوع، شنو السبب؟ شوفي، هي السبب أولا من البداية القرار الدولي، يعني ما كان فعلا أنه إسقاط الدكتاتورية من أجل بناء بلد مزدهر ديمقراطي حقيقي، هذا رقم واحد. يعني لو كان هذا القرار فعلا متخذ لكانت البدايات يعني بينت من احنا من البداية شفنا المحاصصة هي وضعت حتى تحت زمن الاحتلال سنة وشيعة وأكراد ما خصم بالدستور. بالدستور لا قبل الدستور، قبل الدستور يعني في أول الأشهر من مجلس الحكم، من قبل مجلس الحكم، من أول شهر نظروا للمجتمع العراقي أحمر أصفر أخضر سنة شيعة أكراد. بس هذا شيء إيجابي؟ لا لا، أنا أقول لك ليش إيجابي، لأن بصراحة الفترة اللي عاشوها الشعب العراقي في النظام السابق يعني أفقدت المكونات اللي موجودة بالعراق الثقة أنه يعيدون شخصيتهم ويعيدون كياناتهم في بلد ديمقراطي. فهذا العرف السياسي اللي موجود حتى بالدستور أنا أشوفه جيد جدا، لكن الطبقة السياسية اللي موجودة في هذا الوقت ما عرفت تستثمره. لا بس صح، لا لازم اكمل الجواب عزيزتي لان هاي النقطه جدا مهمه. لا هذا اس الخراب للعراق كان من وضع هذا الحجر، حجر التقسيم الطائفي والمكونات للشعب المكوناتي العراقي. يختلف عن الطائفيه لانه هو بالنتيجه ايضا كان طائفي. لما تقسمين سنه وشيعه خلص صارت طائفيه، لما تقسمين اكراد وعرب صار تقسيم مجتمعي، لما الاخرين يهملون بالكامل. طيب اكو ناس انا هويتي ما اريد اعرفها لا سنيه ولا شيعيه ولا قومي، انا هويتي عراقيه، هويتي هوياتي الفرعيه الاخرى هذه يعني بعد خل هويتي العراقيه، لماذا لم يسمع صوتي في العمل السياسي بعد 2003؟ إذن أس الخراب كان في تقسيم العراق من البداية، وأتى الطبقة السياسية استفادت من الخراب السابق واللاحق بحيث تغذت على هذا الخراب مثل الطفيليات. يعني حتى هي كلمة فشلوا، حتى كلمة فشلوا زايدة عليهم، لأن اللي يفشل يحاول وما يقدر. هم ما حاولوا ينجحون، هم ما حاولوا يخدمون العراق، هم ما حاولوا أبدا أي شيء في الاتجاه الإيجابي، كل ما عملوه هي لمصالحهم الخاصة ولتفتيت هذا البلد. يعني أنا أتحدث يمكن عن البعض، تتحدثين عن البعض؟ لا عزيزتي، هي أنت لما تحكين عن منظومة كاملة بكل أدواتها بكل تفاصيلها، فما شفنا استثناء، ما شفنا من داخل هاي المنظومة محاولات لتصحيح هذه السياسة الخاطئة أو محاولات لإسقاط الفاسدين أو عرق أو محاربة الفساد. فهي بالعكس، هي مثل كرة الثلج، هم بدوا بالخراب والفساد شيئا فشيئا إلى أن غطوا العراق كله بهذا الخراب. فهي منظومة كاملة، يعني من تستثنين منهم.